عاش في اليمن ثم في مصر، وعاد ليستكمل دراسة الطب في الأردن. عاش الربيع العربي في هذه الدول الثلاث. ليث مصطفى الجمال من الأردن جاء اليوم كي يسمعنا قوله لمن في الحكم. إليك المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب لن يكل، همه أن تستقل أو يبيد. لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، لا نريد بل نعيد قدسنا التليد، موطني موطني. نصف الطلاب العرب الذين يدرسون خارج الوطن العربي لا يعودون إلى بلدانهم، وهذا يعادل حوالي 100,000 خريج عربي كل سنة. لكل مجتمع نخبة، هذه النخبة مبدعة مميزة موهوبة طموحة، عند الغرب تستثمر وعند العرب تهجر نتيجة الواسطة والمحسوبية والحق لمن لا يستحق. الشباب هم الأمل، والشباب العربي ما زال يحلم، يبحث عن فرصة، وفي غياب هذه الفرصة يتحول الحلم إلى ظلام. ويغدو الشاب العربي إما مهاجراً باحثاً عن فرصة بحياة أفضل، أو عرضة للوقوع بيد قوى الشر وأعداء الإنسانية. كم من شاب خسرنا إلى اليوم، وإلى متى ستستمر هذه الخسارة؟ اليوم نحن في سباق للاستثمار في عقول الشباب وطاقاتهم، واليوم هو آخر الفرص التي نراها للاستفادة من شبابنا الذي نخسره. كل ما نحتاج منكم أن تسلحونا بتعليم وفرصة وحياة كريمة، ومن ثم دعونا نواجه التحديات السياسية بخطوات شجاعة نحو التعددية. دعونا نبني اقتصاد عربي قائم على الإنسان، لا النفط، لا الغاز، لا السياحة، لا غيرها. دعونا نواجه معركة جيلنا ضد التطرف والفكر الظلامي، والشباب هم الفئة المستهدفة في هذه المعركة. وأعتقد أيضاً أن الشباب هم الذين يتوجب عليهم وبالضرورة أن يستلموا قيادة المعركة الأيديولوجية، والتي هي الأهم، لأنها ستكون طويلة الأمل في مواجهة هذا الفكر. دعونا نصحح المفاهيم الخاطئة ونرسم لوحات عربية جديدة في جميع أرجاء المعمورة تعكس حقيقة الإسلام، دين سلم ومحبة لا دين عنف واقتتال. دعوا الشباب يهدموا الجدران بين أقطارنا العربية ويعيدوا للهوية العربية وحدتها، وصولاً للهدف الأسمى، هذه الوحدة التي يحلم بها كل عربي عاقل. قولي لمن في الحكم: أنتم من يرسم السياسات ويتخذ القرارات التي من شأنها أن تتيح للشباب العربي المشاركة في صناعة القرار، وأقول شاركونا. فلا غنى عن دعم ذوي الخبرة والمعرفة، لكن لا نريد قوالب جاهزة للعمل ولا قيوداً على حرياتنا. في الواقع نحن بحاجة لكم كما وأنتم بحاجة لنا. نعم، نحن نعي تماماً ونعلم أن هنالك قوى مهيمنة على الوطن العربي ولا نستطيع ولا نقوى مواجهتها فرادى، لكن نحن نطالب أن نعمل في الهامش المتاح ضمن معادلة الهيمنة. مؤخراً صدر قرار مجلس الأمن التاريخي 2250، والذي يعنى بإدماج الشباب في عملية صناعة السلام المستدام. تمخض القرار عن رؤية عربية شبابية لصاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني. هو شاب عربي، وهو أصغر من قاد مجلس الأمن تاريخياً في تاريخ الأمم المتحدة، وهذا برهان على أن الشباب العربي قادر ما أن أتيحت له الفرصة.
يا من في الحكم، أنا أدعوكم للإيمان بالشباب، فنحن ثروة هذا المستقبل. شكرا. كانت تلك رسالة ليث من الأردن.